إذن نكمل وياكم في هذا الفيديو أحد مواضيع الجبل الخطي، ونقصد بهذا الموضوع طبعا هناخذ فقط الفيكتور سبيس، وهو جزء من مواضيع الجبل الخطي اللي هو طبعا يعتبر هذا الموضوع أساس الجبل الخطي. الفيكتور سبيس أو فيكتور سبيسز الفضاءات الاتجاهية أو الفضاء الاتجاهي. الفضاء الاتجاهي طبعا إذا شنو تعريف الفضاء الاتجاهي الفيكتور سبيس؟ يقول لك let capital V be representing a set of object in which، يقول هي عبارة عن مجموعة تحتوي على عدد من العناصر. هذه العناصر تجري عليها عمليتين. طبعا عناصر واللي حيكون ضمنها العناصر هي فيكتورز، والفيكتور هو اليو والفي. فهذه العناصر تجري على عمليتين، او هذا الفيكتور يجي عليه عمليتين، هي الاوبريشن اديشنال، عمليه الجمع بين المتجهات اللي هي شوف احد المتجهات مالته، وايضا مالتيبليكيشن باي سكيلر. سكيلر نقصد به اي مقدار عددي ينتمي الى الري نمبر. فتعرف ذات از اف طبعا اليو. هسه شلون نعرف هاي العمليه اللي حنسويها؟ نعرفها بالشكل الاتي، انه اليو والفي شرط انه ينتمن الى كابيتال في اللي هو الفيكتور اللي احنا نشوف هل هو سبيس ام لا، والاي اللي هو سكيلر او الري نمبر ينتمي الى الري نمبر. فعند ذلك اليو زائد في هاي العمليتين اللي نقول عليها اليو زائد في ان اي في اليو، طبعا هي اي او اي في في، تعرف تكون معرفتين هذه العمليه. نقول احنا عند هذه سواء هذه العمليتين اللي هي الضرب والجمع، نستطيع القول انه هذا الفيكتور اللي هو الكابيتال في اللي اجرينا عليه عمليتين اللي هم عمليه الجمع الاوبريشن اديشن، اللي هي شلون جت عمليه الجمع؟ باخذ فيكتورين وعملنا لهم جمع او مالتيبليكيشن. شنو معنى مالتيبليكيشن؟ اخذنا سكيلر، هذا سكيلر، وجرينا عليه عمليه مالتيبليكيشن في احد الفيكتورز الموجوده فيه. فنستطيع ان نقول انه هذا الفيكتور في كابيتال في هو فيكتور او يسموه لينير سبيس اذا حقق الخواص التاليه على هذا الفيكتور اللي اجرينا عليه عمليتين. شنو الخواص التاليه؟ هي هذه عندي الخواص. زين اذا واحده من الخواص ما تم يعني تطبيقها او تحقيقها عفوا، فعند ذلك يكون هذا الفيكتور اللي اجرينا عليه العمليتين اللي هو الاوبريشن اديشنال اللي قلنا هي هذه، والمالتيبليكيشن اللي قلنا هذه، عندها اذا ما تحقق احد من الشروط العشره نسميه فيكتور سبيس. طيب ما هي الشروط العشره؟ هسه حنجيها واحده تلو الاخر. على هاي الخواص يقول اذا عندي العنصر، اخذنا عنصرين من الفي، طبعا اخذت عند فيكتور يعني هو هذا الفي، هذا اخذت منه فيكتور او عنصرين. العنصر يجب ان ينتمي الى الفي كابيتال في، بحيث انه اليو زائد الفي هذا عمليه الجمع اللي حيث بيناتهم تنتمي الى الفي. اذا ما انتمت الى الفي فانه مع ذلك الشرط ما تحقق، يعني يجب يكون الجمع، هذا الجمع ايضا يكون داخل الفي. الشرط الثاني العمليه انه اذا 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 يو زائد الفي يساوي ان في زائد اللي هي عمليه جمع امداديه، هاي يسموها يعني تستبدل. الان الاسوشيتيف نوعيه الدمج، انه لو اخذت يو زائد في ودبليو يجب ان يساوي لي يو زائد دبليو ويو زائد في ويا دبليو، يعني تطلع يعني تطبق هذا الشرط. فاذا حدث هذا الشيء فاذا معناته ايضا انه هسه حاليا ثلاث شروط. الان اذا هناك is an object اللي هو صفر بالفي، بحيث هذا الصفر زائد الفي اللي هاي نقصده هذا عنصر او فيكتور هذا يجب ان يساوي لنا في زائد صفر، بحيث لكل طبعا في تنتمي، هذا هو يجب ان يكون يعود الى الفي كابيتال، والصفر هذا نسميه زيرو فيكتور يعني عند ذلك. الان نجي الى الخاص، يعني معناته هذا نقصد بالصفر هو زيرو فيكتور، ويجب ان يكون هذا الزيرو فيكتور ضمن الفي، يجب ان يكون ضمن الفي. فعند اخذ الزيرو فيكتور زائد الفي تكون ايضا طبعا لكل فيكتور موجود بالفي كابيتال في
يجب أن يساوي V زائد 0. وعند ذلك هذا حنسميه أنه الزيرو فيكتر. طيب for each U تنتمي إلى V، لو أخذت الفيكتر اللي هو ضمن ال V there exists، فأكيد إلى يوجد ناقص U أيضا بال V، بحيث يكون أنه ال U زائد U minus U أيضا يساوي الكومتيتيف، يعني العملية الإبدالية هذه أيضا يساوي ناقص U plus U ويساوي زيرو فيكتور، يجب أن يساوي زيرو فيكتور عند ذلك، لأنه أنا أجمع فيكتور والأوبوزيت مالته فيجب أن يكون زيرو فيكتور عندي حصل. يقول لو عندي سكيلر بحيث هذا السكيلر ينتمي إلى ريل نمبر، وعندي الـ U اللي هي تنتمي إلى كابيتال V، فإنه حاصل ضرب A سكيلر في حاصل ضرب A دوت U يجب أنه يحصل على فيكتور ينتمي بالـ V كابيتال. إذا عندي A تنتمي إلى belong to R and U و V two vectors أيضا ينتمون إلى capital V، فإنه ال A dot U plus V يجب أن يساوي لي A dot U زائد A dot V، يعني خاصية distributive properties، خاصية التوزيع. يعني هذا اذا صارت هذه العمليه معناته انه لحد الان سبع كونديشنز تحققت. الان اذا عندي اي وبي هي سكيلر يعني ينتمون الى ار، وعندي يو اللي هو فيكتور ينتمي الى كابيتال بي، ويجب ان يكون عندنا نحصل يجب ان نحصل على الاي زائد بي، الاي زائد بي جمع التو سكيلر دوت يو شو يساوي لي؟ يساوي لي اي دوت يو زائد بي دوت يو، وهذا طبعا موجود بالمتجه الاصلي اللي احنا نقصد به اللي ضمن ال V. ايضا عندي ال A، ال A مضروب في B، اي سكيلر مضروب في B U، ممكن انه شو يكون؟ ممكن يكون ال A تو سكيلر ناخذها مع بعض، اي في ال B سكيلر مضروب في U. لو عندي طبعا واحد رقم واحد هي سكيلر تضرب في اليو اكيد نحصل على فيكتور يو موجود ضمن، فاحنا في المثال كي تكون الصوره اوضح لي كثير. فهاي كل هالعمليه هاي اذا تحقق كل هالكونديشنز اللي هي جايه من شوف تلاحظ فقط مالتيبليكيشن، هذا بنقصد مالتيبليكيشن اند اديشن، هذا يعني شوف كلها اديشن اديشن مالتيبليكيشن، هذه هي اذا تحققت هذه الكونديشن على هاي تو اوبريشن اللي هي مالتيبليكيشن اند اديشن، عند ذلك الفيكتور نسميه هذا الفيكتور نسميه فيكتور سبيس، واذا ما تحقق واحد فلا نسميه فيكتور سبيس. الان توقف لجل التحديد.